بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. أخوكم مرشح الدائرة الثانية بندر عواض المطيري، بعد استشارة أهل الدائرة بفضل الله عز وجل تقدمنا ولسنا أفضل منهم، نحن أوسطهم، ولكن حقيقة الأمر يعني قدمنا لأجل الإصلاح ما استطعنا، وهذا البلد يستحق منا الكثير. في أي موقع نكون فيه نحن نقدم خدماتنا لأن حق علينا لا نوفيه. فإخواني يا أهل الكويت، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أدى الأمانات فوق الأرض، وأمام الله عز وجل وفينا بحق الأمانة بكرمه، ونحن من نحن من التقصير. ذلك يسوء لنا ما نراه في الساحة من تجاذبات وأمور لا يقبلها عاقل. ولله الحمد، أهل الكويت فيهم العقلاء وفيهم الحكماء، نرجو من الله ثم منهم أن يخرجوا لهذا البلد، كما أخبر صاحب السمو حفظه الله عدة مرات، بأن يقوموا بالاختيار الصحيح وتعديل المسار. لا شك أن من الأعضاء السابقين من هم في خير وأمرهم لله عز وجل، ولكن نسأل الله أن يزيد هذا العدد، ونكون صادقين مع الله عز وجل مع بلدنا، وكذلك من دعانا إلى هذه الانتخابات وهو صاحب السمو بعد يعني النداء الاختيار. وأرجو من الله أن يخرج لهذا البلد. لا شك نطالب رئيس الوزراء، الله عز وجل استرعاك في هذا البلد باختيار أب فاضل لنا، اختارك لأجل أن تكون على هذا على هذه المسؤولية، وأنت قدرا لها بحول الله عز وجل وقوة، ونحن لك عون. ونطلب منك، لأن الله عز وجل يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله الله، ولنا مطالب، ها الوطننا له حق. ولكذلك إخواني الكرام، إخواني الناخبين، أخواتي الناخبات، كذلك هذا الشعب له حق وحقوق، وهذه الوثيقة التي بيننا وبينكم، يعلم الله إن صدقنا بها نحن وأنتم نجونا. لذلك نرجو من الله ثم من الجميع التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإغرار ما هو لخير البلاد والعباد. والله إني لا أريد المزايدات ولا المهاترات التي يوظف الكثير منهم مواقف وهي بالحق والأصل ليست إلا فقاعات، أما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينفع ويكونوا صادقين، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اتقوا الله يا إخواني الكرام في هذا البلد الطيب الخير الذي يفتخر فيه أهله وولاة أمره والعالم كله. نسأل الله أن يحفظ هذا البلد، أسأل الله، قولوا آمين، أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها ومن فيها، وأن يقدر الله لها كل خير. حفظ الله الكويت وولي أمرها والشعب الكويتي الطيب الخير المعطاء، وجزاكم الله خير وشكراً.